رح نتابع محطاتنا هلا مع كارلا بخفيف نضيف. اليوم ما فزنا رح نلحق ناخد اتصالات لأنه في كتير عنا أسئلة وصلت من قبل على الواتساب وعم نحاول نخلصهم قبل نهاية السنة. كارلا صباح الخير. ما هيك خلص حتى ما تحملي أسئلة لسنة الجاي. بعتذر من كل الأشخاص لأن ما عم نلحق نجاوب، الوقت عم بيكون قصير لسبب كمان اليوم نهار الجمعة خصصنا للإجابة على الواتساب. هلا بنشوف يعني شفتي يعني إذا واحد بيقول بيحمل أشياء للسنة الجديدة أو للأسبوع اللي جاي معنا حق. صحيح إذا قلنا بدنا نعمل رجيم وبدنا ننزل نعمل سبور وهيك للتنين بنحملهم معنا للأسبوع الجاي. معنا حق أيه بتصير أنت معك كمان بتصير معك بالأسئلة. فيني أقول شيء أنا ونحن ومعك على الهواء؟ بدي أقول شغلة وأعلنها لكل المشاهدين إنه نحن كلنا منبين أنصح من ما نحن بالحياة عن جد كلنا. صحيح. من دون استثناء. صحيح. يعني في 5 كيلو مينيموم بيزيدوا على الأشخاص. سو بس حابة أقول لكم لكل المشاهدين فعلا وحبيت استغل وجود كارلا إنه بس تشوفونا قبل بنهار ما بنكون ضعفانين تاني هالقد. نحن بنكون هيك، نحن اوريدي اضعف بالحياة بقى، هيدا الشيء دائما بتعمله الشاشة الكاميرا. بقى هيدا الشيء اللي بدنا نقوله، يعني الكاميرا هي بتنصحنا واوقات حتى الفلات سكرين اللي عندكم الفلات سكرين بتصير دبل بتعب الشاشة. صحيح بتاخذنا بالعرض بتصير الشاشة. بدنا نرفع دعوة على شركات التلفزيونات هيك؟ طبعا طبعا يعني براند 7 تلفزيونات مش شركات ومحطات. طبعا طبعا علينا. رح نبدا بأول سؤال. السؤال اليوم عم بتقول انه هي وزنها منيح بدها تضعف بمنطقه البطن، شو الحل؟ كلنا بدنا نضعف بمنطقه، هذا جاوبينا كلنا. هيدي مشكله العصر. صرنا مشكله البطن اول شيء لعده اسباب. اول شيء انه عضلة البطن لا تستعمل، يعني حتى انت وعم تمشي اذا ما فكرتي تمسكي عضلة او تشدي عضلة البطن ما بتتحرك. صح. يعني ما نقول عضل ميت لسوء الحظ، فبالتالي الترهل بيصير اكثر خاصة عند السيدات اللي طبعا في ولادة وكمان ولادة قيصرية. بالاضافه لنوع الاكل اللي عم ناكلهم، الاكل اللي عم ناخده عم بيكون في كثير سكر مخبى غيدة، وبالتالي هالسكر او سكر مفضوح كمان سكر مفضوح غير المخبى. صحيح. فبالتالي عم نجمع او عم نمتص هالسكر وعم بيتجمع بالاماكن يلي ما بتستعمليها كثير، يلي هي اكثر الاوقات منطقه البطن. هلا يعني حتى بالمشي بسباحه يعني ما هلا السباحه بلا بسباحة بتشد. انا بسبح كثير بس انه هلا بتحسي انه بس مش يوميا، ما هو انت عم تفكري عملك اليومي شو. ايه ما عم بيكون ابدا اوت. صحيح. وانت وقاعده الشيء الوحيد اللي ما عم بتشديه هو البطن. ممكن تجلسي الكتف، ممكن تجلسي الظهر، ممكن تشدي باجريك، بس اذا ما فكرتي هلا انت وقاعده تبلعي بطنك خلص هاي بلعته. فالحال اول شيء طبعا نقول انه قد ما فينا نحن وعم نمشي نبلع بطننا لحتى يشد، قد ما فينا نبتعد عن الاكل اللي مخبى فيه سكر، عن العجين كثير، يعني نعيش بيتزا اللي انا وغيدا فينا نعيش بس على العيش. صحيح. فهالاصناف اللي هي بتعطيك نشويات او سكر مركز خففها قد ما فينا. وطبعا اذا في عنا نفخه نشوف شو سببها ونجرب قد ما فينا ان يعني اوكي الاشياء بتعمل النفخه صحيه هي، بس مع المشي اذا مشيت على فكره بتخف النفخه كثير. كثير اشخاص بيقولوا لي بعد ما امشي على القليله نص ساعه من دون ما تكون مشي رياضه بتحس انه هيك نفس بطنك. ايه. العباره اللي بنسمعها دائما. بس كمان يعني الواحد بده يكون عم يعمل رياضه مركزه للبطن. هلا رياضه يعني البطن اللي هي بتعلي اعلى الجسم ما بتساعد كثير الكراوتش، ما يسمى بالكراوتش. أيه. انا بنصح اكثر بشيء اسمه البلانك اللي هي بتحطي كواعك على الارض واجريك بتمديهم وبتشد جسمك كله سوا، كل جسمك بشد وخاصه البطن. واحد يعني ينزل على الارض على الكواع ويهدي حاله يعد 10 مرات بس ينام كله سوا على الارض. ايه بتعلي كواعك، فيك تخلي شوي ركبك اول فتره بس هو اضبط يكون صبيع اجريك على الارض وجسمك هيك مثل لوح الكوي مع بدء، لان طبعا ما فينا نشد كثير على ايدينا، نحط الكوع ودغري بتحسي انه شد البطن. يعني مثل البوش ابس بس واحد بضل قاعد ورافع بس. صحيح. من قدام. اوكي هيدا منيحه. وبتضايقني مش يعني احسن من السيت ابس حتى.
ايه لانه سيت ابس ممكن كثير تاذي رقبتك وظهرك، فما ما كثير مفيدين لتشد منطقه البطن وخاصه اسفل البطن. اوكي نجربها هاي كل 10 ثواني. ليلى عم تسالك بدها تسال انه هي عملت دايت ورياضه وضعفت كثير بس فخدها ما عم يضعفوا من فوق الركبه للورك مع انه ما عندها وراك. شو بدها تعمل؟ هلا هون بهيدي مشكله الفخاد هي اكثر مشكله بتكون وراثيه. الشخص بيكون عم بجمع دهن بهيدي المنطقه من الجسم. هون بهيك حاله بشك انه الرياضه ما خلتها تضعف، اكيد بتكون خفت بس هي ما لاحظت الفرق او صح كان بدها اكثر. كان بدها اكثر، فانا نصيحتي لها انه ما توقف الرياضه، لانه وخاصه اذا عملنا مشي ومشي سريع بالاضافه لا اذا بدك الرقص، لانه الرقص بلا ما تحس بتحركي كل جسمك وبالتالي بتذوب الدهون يلي بهيدي الجسم تحديدا بهيدي المنطقه من الجسم بتساعد ان كانت رقص شرقي او حتى زومبا للي بحبه بيساعده يخلي الجسم هيك يروح تروح الدهون الموضعيه المركزه منطقه الفخاد الوراك وحتى البطن للي سالوا للبطن. هيدا بتساعد بس باستمرار، مش انه انا قريت بعمل شهر بلاقي ما استفدت بوقف، لا هيدا بده يكون لنلاقي نتيجه ملحوظه بدها يكون قطعنا على القليل 3 أو 4 أشهر. اوكي Yeah. السؤال كمان انه عندها مشكله زياده الوزن زياده الاكل من دون جوع احيانا بس عندها شهيه خصوصا على الحلو، ممكن هذا الشيء يكون له علاقه بالغده؟ هي حاولت تضبط الموضوع وتعمل دايت بس ما عم يمشي الحال، عندها زياده بالوزن عن الوزن المثالي لطولها وهي عندها حوالي 12 كيلو زياده. اوكي هلا هون هيدي مشكله الاكل من دون الجوع صحيح مشكله غذاء واجمالا يعني شهيه بس واحد اذا بشوف اكل قدامه بده ياكل بغض النظر اذا حاسس انه هو بحاجه انه ياكل او لا. هلا هون بالنسبه للحلو كلنا بنعرف انه مش ضروري الواحد يكون جوعان ياكل حلو، بتلاقي الواحد بيكون هو مغري اكل قاعد على سفره الاكل مثلا خاصه السفره اللبنانيه بتكون اكلت كل شيء فيه مقبلات ومشاوي برجع بفرشوا لك سفره الحلو بترجع بتاكلي بغض النظر جوعانه او لا، يعني اعتبرينا شو ما كان ما في واحد يقاوم. هلا المشكل يلا بناخذ اتصال، خلينا ناخذ حسين حتى ما نطرو. صباح الخير حسين. الو الو صباح الخير حسين، عم تسمعنا؟ الو بونجور حسين، نحن عم نسمعك، تفضل كارلا عم تسمعك. ايه الو ايه تفضل بونجور. اهلا وسهلا تفضل. كيفكن؟ الحمد لله. بليز انا عملت دايت نعم وخفيت شي 8 كيلو بس بدي اشوف كيف بدي احافظ على الوجه انه الوجه عم بيضعف. اوكي هلا مهم تكون انت ما عم تتبع دايت كثير قاسي يعني قليل بالسعرات الحراريه ويكون فيها كميه كافيه من النشويات والبروتينات، لانه ما لازم تقطع صنف من هالاصناف وتدخل على الاقل حصتين من الفاكهه بالنهار، كثير هي بتساعد على نضاره الوجه. اوكي ما بتسمعنا حسين؟ سمعتنا حسين؟ بتصور هي وصلت الاجابه المفروض. بنرجع برجع بذكر كل الاشخاص اللي عم بيجربوا يخسروا من وزنهم وبيخافوا على وزنهم صحيح وزنهم بيضعفوا كثير عم بتصير معنا، بيكون اول سبب عم ياكلوا كثير قليل، وقت ياكل كثير قليل دغري بيضعف الوجه. فما تتسرعوا تقسوا بالدايت لتضعفوا بسرعه لانه رح يبين على الوجه. الاشخاص اللي بيقطعوا الفاكهه بياثر على الوجه، والاشخاص اللي بيقطعوا النشويات كمان بياثر على الوجه. فواحد دائما بده يعمل التوازن، هذا هو الاساس. عم نقول كنا انه ما تاكلوا مناقيش وهيك، بس انه لا لازم نمرق برغل، عدس، حتى ولو مرقنا خبز مرقوق او حتى شوفان او حتى مرقنا خبز عربي نص منقوشه نص منقوشة بتقطع نص منقوشة مش بس لتحافظ على الوجه على المعنويات. ما هيك نور معنا صباح الخير. الو صباح الخير تفضلي عم تسمعك كارلا نور. صباح الخير يا دكتور كارلا. اهلا صباح النور تفضلي. بليز انا بدي اسالك، انا عندي بيبي 2 طولي 172 نعم ووزني 61.5. بحس عم بمشي كل يوم بين الساعة والساعة ونص. نعم شو رأيك هذا الشيء مناسب؟
بالطول والوزن. هلا يعني انت وزنك كثير اذا فهمت مزبوط، طولك متر 71 وطولك متر 72 و 61 ونص 72 ووزنك اوكي كثير منيح. ما في ما ما في عندك مشكل حسب ما هلا عم تعمل على الارقام شيء منيح. نعم. وزنك دكتورة بحسة عندي هيك راس معدي امرار كثير هيك نفسي بتطلب الاكل. مش عم بسمع. لا بس مزبوط. ايه بس مش عم نسمع مزبوط نور، بس يا ريت ترجعي بس تخبريها بالنسبه للاكل شو كنت عم تقولي. نفسي امرار بتكون فاتحه على عندي قبول على الاكل. اه في شهيه للاكل. أوكي. اوكي نعم امرار لا عم باكل حصه او مرتين حصتين فواكه. اوكي النهار. مش مشكل ليك طبيعي يكون عندك اوقات شهيه للطعام اوقات لا. بما انه انت وزنك كثير منيح انت بس حاولي انه تحافظي يعني حتى نعم. لو زدت كيلو او اثنين ما في اي مشكل. دكتوره انا لما ولدت بنتي الثانيه اوكي وصلت لل 68 69 كيلو. أوكي. عملت نظام غذائي يعني من 5 سنين وانا على هالوزن كثير منيح. أوكي. بس بحس عندي انا معدي. ما كمان حكينا قبل شوي بالمعده انه هيدي خاصه للسيدات اللي ولدت مش سهله انه ترجع معدتها مثلا فلات او مسطحه كليا. هيدا هيدي تغيرات طبيعيه بجسم المراه ولازم نتقبلها. طبعا في نسبه معينه ما لازم نتخطاها بس بوضعك وبوزنك بشك انه يكون هالشيء مشكله كبيره. بعتقد انت شايفتيها مشكله اكثر من ما هي. صح. اوكي بتقبل التغيرات بجسمك لانه بالنهايه كل السيدات بيتغير جسمهم مع الوقت وخاصه بعد الحمل. حبيبتي ميرسي كثير لك كلكم ذوق. اوكي اهلا وسهلا. لكن بس اذا فينا نكفي موضوع الشهيه الزايده على الطعام. أي. حتى ولو ما جوعانين. هي بناخذ وقت كثير بالعياده غيدة لحتى نعلم الشخص كيف ممكن انه يقاوم هيك امور. هلا بتعرفي معظم الاشخاص بتعرف كيف لازم تخسر من وزنها انه لازم تاكل اقل او اكثر او 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 غير انواع من الاكل، بس في شيء اسمه تدريب على تغيير العادات وهيدي بتاخذ وقت. فطبعا هلا مش الوقت ضيق لنحكي بالتفاصيل بس في امور نعطيها يعني انا اوقات نص المقابله بالعياده بتكون عن نعطي افكار للشخص كيف ممكن يقاوم الشهيه، كيف ممكن يتحيل على شهيته خاصه اذا ما في جوع، وبالتالي هيدي بتصير عندك عادات بتاخديها او بتكتسبيها عبر الوقت ولطول الحياة. فمشكلتها أي صحيح مشكلة خاصة إذا عندها 12 كيلو زيادة، وبالتالي بدها تتعلم شوي ورا شوي تقاوم شهيتها وتبعد الإغراءات عنها وتشوف كيف فيها تبدل بأمور لحتى تقدر تخسر من وزنها. وعم تسأل هون أنه هل هالموضوع له علاقة بالغدة؟ بشك أنه يكون له علاقة بالغدة. أوكي. ما بعتقد، بس إذا هي عندها شك أنه ممكن يكون في عندها مشكلة بالغدة كتير سهل أنه تتوجه عند طبيبة صحة عامة او طبيب النسائي حتى بيقدر يطلب لها ويفحصها ويطلب لها فحص للغدة. ما في اي مشكل اذا هيك عندها شكوك بالموضوع. السؤال ايضا كمان بدها تزيد وزن اجريها من دون ما يطلع لها بطن، كيف اجريها ضعاف بس صحتها من فوق منيحه؟ هون بدها تجرب كمان تتكل على كيف عم بيقسموا جسمهم هيك يعني تفاصيل. وعلى الهامش بس بين هلالين بحب اقول لكل الاشخاص انه اللي بيفكروا في نظام خاص للواحد يخسر من وزنه من الوراك او نظام غذائي من البطن، هذا مش موجود يعني نخسر وزن من كل الجسم. بس بالنسبه للاشخاص اللي اجريهم الضعاف هون لازم يقووا العضل، لانه اذا بدك تزيدي بتخاف تزيدي دهون وبتجمع الدهن بالبطن مثل الاشخاص اللي بالعكس غيدة، مثل المدام اللي قبل سالتنا انه هي ضعيفة من كل المحلات بس بتجمع الدهن بالوراك او بالفخاد. أيه بالفخاد. فكل انسان مختلف وعنده بنسميها نقطة ضعف بتجمع فيها الدهن اكثر من اماكن اخرى. فهون بدي اقول لي جرب تزيد حجم العضل بالاجرين، وهون طبعا عن طريق الرياضه يلي بيساعد كثير انه نمشي على الرمل كثير منيح. هلا بعد الطقس شوي بيسمح اذا شيء بس يمكن ما بيحبوا يتسبحوا، بس حتى فينا كمان نسبح لان بيقوي عضل الاجرين. واذا بتحب تشترك بنادي في كثير صفوف خصوصي لحتى تقوي عضل
رجلين او الفخاد، وحتى ممكن اذا بتحب كمان بصالات الرياضه مع كوتش فيها بيساعدوها بهالامور. سؤال ايضا كمان هون اللي عم يجرب يخسر من وزنه، شو بده يعمل، اي نوع خبز بيختار؟ اوكي، كمان هيدا سؤال نسمعه كثير، وهون انا بدي اقول ما في افضليه لنوع الخبز من ناحيه الحبوب، حسب الواحد شو بيتحمل اكثر. يعني في ناس بيقولوا لي انا الشوفان بيريحني اكثر من القمح، علما انه بالاسواق ما عم بلاقي خبز شوفان صافي. معظم انواع الخبز الموجودين بالسوبر ماركت او عند البياعين الخبز بيكونوا مخلوطين، يعني كثير صعب تلاقي الشوفان 100% 3 ارباع الوقت بيكون مخلوط. بس طبعا حتى ولو مخلوط يمكن اخف على الهضم على المعده من يكون بس قمح عند بعض الاشخاص. في اشخاص بيتحملوا ياكلوا اي نوع من الخبز، انا شخصيا بفضل انه نقي شو ما كان بس يكون من الحبه الكامله، يعني ممكن يكون شوفان، ممكن يكون قمح، ممكن يكون خبز قمح اسمر او نخالي او حبه كامله او مرقوق او تنور، عن شرط تكون الحبه مش بيضه، لانه الحبه البيضه بصير بدي اكل اكثر وبالتالي ما بشبع بكميه صغيره. يعني اذا بدي اقول لك انا نص رغيف ما راح يكفيكي، فافضل انه تاكلي الحبه الكامله لتقدر تشبعي من نص رغيف. واجمالا المرقوق والتنور كثير منيح، بتحسيه اخف اذا بدك على الهضم وبيشبع، يعني بتاكلي الكميه لنقول رغيف التنور او رغيف التنور المرقوق نصه بتشبعي، وفيك تضاين كل فتره قبل الظهر اذا تروقت مثلا نص رغيف من المرقوق او رغيف صغير من التنور. سو يعني الخيار كبير، بس اهم شيء هي تكون الحبه كامله. صحيح، هيدا هو الاساس. يعني شو ما نقوا، صح، شو ما نقوا نوع خبز، شو ما نقوا نوع خبز. وطبعا بفضل كل شيء عربي على الاجنبي، على الفرنجي مثلا او الخبز التوست الطري، لان التوست الطري مثلا بيحطوا له كثير، ما كثير بس بيدخلوا له شويه دهون. الخبز الحليب يلي كمان بحطوا له دهون بلا، والفرنجي مع اللب ما بتشبع، بدك تاكلي شقفه كثير صغيره، فافضل انه تاخذي الفلات او المسطح اللي هو خبزنا العربي. اكيد نحن رح نشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله كارلا، رح نتابع محطاتنا بعد شوي مع جمال وليبوكسين، وايضا من بعدها مايا ببيت بيوت. خليكن معنا.